النهارده انتصارين متتاليين لمنتخب مصر زي ما قلت في المقدمه، حاجه تدي تفاؤل، حاجه توقفنا على رجلينا، مش هنقيس عليهم اي حاجه، بس اهو طبعا خطوه حلوه تخلينا مطمنين. شفت الانتصارين ازاي يا كابتن حاج؟ بص والله واحنا في الاول مع مستر روي كنا بنتكلم على الماتشات الوديه لسه بنحضر فيها، فاتفقنا على ان يبقوا ماتشين في الامكان يعني نقدر هو يشوف لعيبته. صعب يعني ما حدش يبتدي ماتشات مع مدرب جديد بماتشات كبيره، صحيح ماتشات جامده صحيح. يعني زي ما بقول الفرق حتى فرق الدوري دلوقتي هتبتدي الفتره الاداء بيلعب ماتشات درجه ثانيه وبعدين درجه اولى خفيفه وبعدين يبتدي ياخد تدريجي الماتشات عشان يشوف لعيبته ويشوف اللعيبه في على المستوى ده عامله ازاي يعني. فاحنا خدنا فرقتين محترمين طبعا نايجر وليبيريا، والراجل شاف حوالي كل الفرقه يعني تقريبا ما عدا يمكن ثلاث اربع لعيبه. عايز يشتغل على فكره معينه اشوفها في الماتشات دي. فغير بقى الماتشات الفنيه كمان يا كريم اللي عجبني جدا جدا المعسكر واللعيبه في المعسكر، اللعيبه كلها بصراحه حاجه رائعه، بدايه من صباح طبعا كابتن الفرقه الغايه اصغر واحد، الناس كلها تحس ان هي مبسوطه في المعسكر عايزه تلعب. حتى بكلم مع فيتوريا بعد اول تمرين وثاني تمرين قال لي انا لا ما كنتش واقع كده يعني، فاكر الموضوع لعيبه مش زي ما انا كنت فاكرها، لقاها احسن بكتير ما كان متوقع يعني، قال انا كنت شايفهم احسن بكتير ما كنت متوقع، مركزين جدا بيلعبوا رتم عالي جدا في التمرين، عايزين على طول، هو التمرينات كلها بالكوره، ما فيش بدني كتير من غير كوره، كله بالكوره، فاللعيبه مبسوطه بالموضوع ده. فبشكر اللعيبه كلها اللي في المعسكر بصراحه، وبشكر كل القائمين على المعسكر، دي مهمه جدا اللي خلت الراجل مبسوط في المعسكر وحاسس ان ده كان اول معسكر. خلي بالك صح، الانطباعات الاولى يعني تبقى مهمه للمدربين الاجانب، ياخد فكره عن اللعيبه. ما هو ده سؤال يا كابتن حازم، انطباعاته هو بقى، انطباعاته من اللاعبين، مستوى اللاعبين، عشان في كتير قوي مدربين كانوا يتكلموا على كواليتي اللاعبين وانه لا لسه عندهم نواقص. بص خلينا نكون واقعيين، هو لسه ما دخلش في مرحله صعبه او يعني ما دخلش في ماتشات اقوى، لكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى التمرين وتركيزهم في التمرين وفي الماتشات اللي بيعملوه في التمرين، بيحاولوا يعملوا في الماتشات، هو مبسوط جدا. هو قال كده في المؤتمر الصحفي النهارده يعني، قال مبسوط جدا باللعيبه وبالمعسكر. طبعا المعسكر جاي هيبقى اقوى اكيد بكثير يعني، هنلعب مع بلجيكا واحده من احسن فرق العالم، طبعا المواضيع بتتغير والشكل بيتغير، لكن انا بتكلم على فكره ان هو بيلعب ازاي وعايز يحط لعيبه عامله ازاي، هو فكرته هجوميه، وده اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه كمحللين حتى وكمذيعين وكناس متابعين للكوره، عايزين نلعب كوره شويه هجوم. فهو دماغه دايما عايز يعني، على فكره انت لما تبص في السي في بتاع روي هتلاقي ان هو ما طلعش تقريبا ولا ماتش 0-0 تقريبا يعني، صح، كل الماتشات اجوان، يا اما 1-1 يا اما هو كسبان 3-1 4-2، كلها ارقام فيها او كل الماتشات فيها اهداف يعني. صحيح، وهو عنده ميزه عبقريه جدا، انا شفتها حتى من لقاءات عملها في اوروبا او حتى عملها في السعوديه، انه راجل مش بتاع مبررات، هو راجل بتاع شغل يعني، مش هيجي يقول لك اصل انا والله انا شايف اللعيبه دي مش عارف ايه الملاعب عامله ازاي المسابقه والكلام. بص يا كريم عايز اقول لك حاجه، الراجل ده بقى له تقريبا شهر كده في مصر قبل المعسكر يعني، او شهر ونص تقريبا، الراجل ده عنده مكتب في اتحاد الكوره كانه موظف، بيجي كل يوم هو والستاف بتاعه، بيجوا كل يوم الساعه مثلا 11 او 10 ويمشوا ثلاثه، كل يوم بيجوا تخش عليهم تلاقيهم فاتحين اللابتوب، فاتحين السكرين، ماتش فوق وماتش تحت، اللعيب بيتكلموا عليه، جايبين له كل الاحصائيات بتاعته، شغل على طول، ديتيلز هايل بجد، هو بياخد باله من ديتيلز. فيا رب يطلع كويس وهو كويس، ورب هو كابتن حازم مديرين من المديرين الفنيين اللي بيحبوا اللاعبين الشباب، بيحبوا العناصر الشابه مع كل الفرق اللي دربها. لا هو بصراحه شخصية محترمة جدا يا كريم. هل في خطة بقى للنظر للاعبين الشباب، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، اللاعبين؟ هو بيحاول بس انت عندنا منتخب اولمبي برضه، خلي بالك عندنا مشكلة كبيرة منتخب اولمبي، ان المنتخب الاولمبي اجندته مش دولية، مشكلة كبيرة جدا هتواجهنا، ان احنا لما هنلعب ماتشات التصفيات الشهر الجاي انت المنتخبات الاولمبية ما عندهاش اجندة دولية. فانت هتاخد بقى لعيبه من الانديه والانديه يقول لك ده عايزه، وده يعني بعدين فيها طبعا مشكله وخناقه، ونتمنى الناس تساعدنا يعني. ده ممكن مهم جدا، فهو مش عايز يزود الفتره دي عشان برضه الراجل ميكيلي ما عنده مشاكل يعني، ما عندوش وقت كتير وما عندوش رفاهيه اللعيبه الدوليه قوي، لان زي ما بقول لك هو حسب بقى كل النادي هيدي ايه وهيعمل ايه، وتخش بنجوشيشن وتخش مع ده، وده عنده ماتش صعب وده عنده ماتش سهل، فالموضوع هو باصص تحته طبعا وشايف لعيبه كتير كويسه، وكان عايز ياخد كذا لعيب، لكن كان في معسكر هنا وكان في معسكر 2003 فسابهم، كان بدايه اولى يعني.
هايل. اللاعبين بقى في المعسكر كابتن حازم قلت ان هم كلهم كانوا مبسوطين وسعداء جدا وانا متاكد ملتزمين. هايل.